بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم العياده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا في طب الاطفال، الا وهو مظاهر الخطر عند الاطفال. ايه مظاهر الخطر؟ في شكاوي كده لما الواحد يسمعها في العياده تنور ضوء احمر عنده كده ويبدا يفصص الشكوى دي، لان الشكوى دي ممكن تبقى شكوى يعني وراها اشياء في منتهى الخطوره. اول حاجه الصداع عند الاطفال، طفل بيصدع، مش طبيعي ان عيل يقول لك انا عنده صداع. ساعات لما تكون ام كثيره الشكوى او اب كثير الشكوى وبيصدع ويشكي قدام اولاده، الاولاد دول كائنات بتلقط كل شيء. تبص تلاقي الام عماله تقول انا مصدعه انا مصدعه وتشكي قدام العيل، العيل يلقط الشكوى يقول لك انا مصدع انا مصدع. فرجاء من كل اب وام لما يكون عنده صداع بلاش يقول الشكوى دي قدام العيال، لان العيال عامله زي الايه الاله بتلقط كل كلمه وتسجلها وبعد كده يقولها، وده بيحير الدكتور. يجي له الطفل يقول لك انا مصدع. طب لو عيل بيصدع بجد وما سمعش ابوه او امه بيقول انا مصدع وهو بيقلدهم، وعيل مصدع بيصدع دي لازم تفصصي الشكوى. يعني ايه تفصصي الشكوى؟ تشوف العيل ده اهم حاجه بيصدع امتى. في اطفال تصدع في وسط اليوم الدراسي، تبص تلاقي الطفل راح المدرسه رايح في امانه الله ما عندوش شكوى، على نص اليوم المدرسي كده الحكيمه تتصل بيك او يتصل يقول لك اصل الولد ده عنده صداع شديد او الم شديد في راسه بعد حصه ولا اتنين ولا ثلاثه. الطفل ده تبص تلاقيه قاعد في اول ديسك قدام السبوره وعمال يحقق في السبوره قوي. الطفل ده حاجه من حاجتين، يا اما الطفل ده عنده انيميا. الانيميا دي عباره عن الهيموجلوبين بتاعه واطي، الهيموجلوبين ده الحاجه اللي بتشيل الاكسجين توصلها للمخ، لو الهيموجلوبين ده قليل الاكسجين ما بيوصلش بدرجه كافيه، فالطفل ده يصدع وينام اثناء الحصه. تبص تلاقي بادئ اليوم كويس، بعد حصه 2 3 تبص تلاقي العيل مدروخ عمال يبحلق في السبوره. الطفل ده لازم نعمل له عيل بيصدع نعمل له تحليل صوره دم كامله عشان نشوف نسبه الهيموجلوبين. لو الطفل ده عنده انيميا هيصدع لان ما فيش اكسجين كفايه بيوصل للمخ، وبيظهر بقى الكلام ده مع الاجهاد اثناء اليوم. في طفل تاني تبص تلاقيه بيقرب من التلفزيون كده وعمال يبص لان مش شايف الشاشه كويس، او الكلام بتاع الكلام لما بيجي يذاكر تبص الكلام بيغيم قدامه الطفل ده، وعشان كده الطفل ده بيصدع. الطفل ده لازم تعملي له كشف نظر وقاع عين. في عيال كتيره يبقى ممكن يبقى عندها استجماتيزم او عندها قصور في النظر، تبص تلاقي الطفل ده بيشوف كويس بس باجهاد على العين، الاجهاد ده يعمل له صداع متكرر. الصداع ده يظهر على اخر اليوم الدراسي او على بالليل، ليه؟ لانه استخدم عينه في القرايه وفي رؤيه التلفزيون وفي استخدام جهاز الكمبيوتر وفي اللعب في الموبايل. تبص تلاقي الطفل ده اللي عنده مشكله في النظر او عنده قصور في النظر او محتاج نظاره، تبص تلاقي يصدع بعد استخدام عينيه لفتره طويله. يبقى الطفل بيصدع حاجه من حاجتين، تعملي له نسبه هيموجلوبين عشان نشوف الطفل ده عنده انيميا ولا لا، تعملي له كشف نظر وقاع عين. كل الكلام ده بشرط ان يكون الصداع بيظهر على اخر اليوم، في نص اليوم او اخره. ايه المشكله بقى او مظاهر الخطر اللي ممكن تظهر في الصداع؟ ان عيل بيصحى الصبح يصدع، اول ما يقوم من النوم لسه لا راح المدرسه ولا استخدم عينيه ولا قرا ولا كتب، وبص تلاقيه صاحي من النوم مصدع. والمشكله الكبيره اكبر لو الصداع ده معاه ترجيع، تبص تلاقي الطفل يصحي من النوم الصبح ابتدى يصدع ويرجع، دي مشكله في منتهى الخطوره لازم تتاخد بمنتهى الجديه، لان ده معناه ايه؟ ان عيل يصحى الصبح مصدع او يرجع الصبح اول ما يصحى، الطفل ده ممكن يكون عنده حاجه في المخ، حاجه في المخ يعني بترفع ضغط جوه المخ، وده يخلي العيل يقوم من النوم مصدع ويرجع. الطفل ده اللي لو ابنك بيصحى الصبح بيصدع وبيرجع لازم تعملي له اشعه مقطعيه او رنين على المخ. ليه بقى؟ لان الطفل ده ممكن بعد الشر يكون عنده ورم في المخ او حاجه. ما اقصدش اقلق حد، لكن التوقيت بتاع الصداع في منتهى الاهميه. طفل بيصدع اخر اليوم غير بيصدع اول ما يصحى الصبح ومعاه ترجيع. طفل بيصحى الصبح يصدع ويرجع لازم تعمل له اشعه مقطعيه او رنين على المخ عشان نطمن ان مفيش ورم في المخ بعد الشر. ومعانا مدام ماجده مريم، اتفضلي يا مدام مريم. الو، اهلا بيك يا مدام مريم. اهلا بيك يا فندم. ميرسي لحضرتك على كل نصائح حضرتك بتقدمها، ربنا يخليكي. انا كان عندي سؤال، انا ابني عنده سنتين بالضبط. تمام تمام. هو كان مولود 3 كيلو و200، هو تمام. حاليا 10 كيلو ونص، ما بيزيدش 9 ونص 10 ونص. تمام. هو بيعمل حاجه عنده عاده سيئه ان هو بيحط الاكل في بقه ويمصه. تمام. حتى وهو نايم بالليل حتى لو حشت الاكل من بقه بعد ما ينام او قبل ما ينام، لو خدت بالي ان في اكل في بقه بيقعد يمص في لسانه، وطول ما هو نايم بالليل صوت المص موجود شغال. طب ليه اخ اصغر منه ولا حاجه او انت حامل؟ هو بالصدفه جت بيبي خلاص.
لا مفيش غلط ولا حاجه، ده رزق. طيب هو الحمد لله. البنت عمرها قد ايه دلوقتي؟ لا لسه 6 شهور. اذا ربنا يخلي. طيب في حاجه ثانيه يا مدام مريم؟ ماشي يا مدام. لا هي بس قصه ماشي الاكل حاضر. دي. بص يا مدام مريم، ابنك ده عنده مش ايه، اولا الوزن 10 كيلو ونص في سنتين، واتولد 3 كيلو 400، ده وزن كويس مش وحش قوي يعني، في الرينج الطبيعي. مش احسن وزن بالنسبه لسنه، لكن ستيل في الرينج الطبيعي. الطفل ده عنده مشكله نفسيه، انت الطفل ده ما لحقش ياخد عاطفك وحنانك. الطفل بايه عنده سنتين، وانت في طفله اتولدت عندها 6 شهور و9 شهور حمل، يبقى 15 شهر. الطفل ده عنده 24 شهر، يعني من سن 9 شهور حاسس ان انت حامل، حاسس ان انت حامل. الطفل بيحس بالحمل ويحصل له مشكله نفسيه. الحمل ده الاطفال عاملين زي الرادار، الام تبقى حامل تبص تلاقي الطفل يبدا يحصل له مشاكل نفسيه، يحس بالحمل، يحس بالخطر، يضرب الام، يتشعلق في رقبتها، يضربها على بطنها. كتير تيجي له امهات العيل ابتدى يتوتر، اقول لها انت عملتي اختبار حمل تضحك، وتروح تعمل اختبار حمل تطلع حامل، يبقى العيل عرف قبل ايه؟ قبل مامته. فانا بقول ايه، يا دوبك احنا لازم يبقى الفتره ما بين العيل والتاني على الاقل سنتين، عشان العيل يلحق ياخد عطف وحنان. الطفل ده بيجمع الاكل ببقه عمال يمص فيه. الطفل ده عنده مشكله نفسيه متوتر من العيل اللي اتولد ومن اثناء فتره الحمل، عايز عطف وحنان واهتمام ورعايه. وتغسلي اسنانه على طول باستمرار، لان تجميع الاكل ببقه لفترات طويله ده هيسوس الاسنان. وابوه يخرجه ويحسسه ان هو اهم واحد في الدنيا، وتدي له مكمل غذائي، في بودره كده اسمها مكمل غذائي ممكن تضيفيه على الاكل، حاجه ايه مع اللبن ولا حاجه يشربها. وتدي له مركب الحديد عشان لو عنده انيميا تتصلح، وتوديه حضانه. الحضانه ميزتها ايه؟ انه هيتعامل بقى ايه؟ هيحل عن سماكه شويه. يعني ايه حل عن سماكه؟ هو شايفك انت قدامه، انت والبنت الصغيره انتوا الاثنين بتوتروه، لان انت هو حاسس جواه ان انت جبت له مشكله وغيران من اخته. فعمال يمص يطلع غله في المص بتاع الاكل، لكن لما هيروح يلعب مع عيال وكده، عيال من سنه، يبدا يتلهي شويه او ينشغل بالحياه شويه، الحياه اللي هي بتاعت سنه، يلعب مع عيال من سنه، يتواصل معاهم، ياكلوا ياكل قدامهم، يحس ان هم ما بيمصوش الاكل زيه، يبدا ياكل زيهم. فيبقى عطف وحنان، ابوه يخرجه، يقرب منه، يصاحبه، توديه حضانه، تدي له حديد، وتدي له مكمل غذائي على الاكل بتاعه. وطول ما انت قاعده ارفعي معنوياته، لان العيل ده معنوياته قليله شويه نتيجه الحمل المبكر ليكي، وان انت جبتي له منافس ليه. الموضوع بسيط، لكن حاولي معاه وتدي له دعم نفسي علشان يطلع من العاده السيئه اللي دخل فيها دي، وهي مص الاكل وتحويشه في بقه لفترات طويله. يبقى كنا بنتكلم عن مظاهر الخطر عند الاطفال، ان العيل بيصدع، يصدع الصبح دي مشكله، لازم يعمل اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي علشان نستبعد وجود ورم في المخ. لازم برضو في الأطفال اللي أكبر شوية اللي عندهم 6 سنين 7 سنين، لو عيل بيجيله نزلات برد متكررة أو إيه أو في وجع في وشه مع الصداع، الطفل ده لازم نستبعد وجود حساسية أنف أو التهاب في الجيوب الأنفية. إيه الجيوب الأنفية دي؟ إحنا عندنا عظم هنا جواه فراغات، الفراغات دي ساعات ده اسمها الجيوب الأنفية، هنا 2 وهنا 2 وحاجة هنا اسمها الإسمويد برضو 2. الفراغات دي او الجيوب الانفيه تلتهب عند الاطفال، ممكن العيل يصدع. طب تلتهب ليه؟ لو الطفل ده عنده حساسيه انف متكرره، مناخيره مسدوده على طول، الجيوب الانفيه دي ملتهبه، تبص تلاقي الطفل ده بيصدع على طول باستمرار، ولو دست كده على وشه مكان الجيوب الانفيه توجعه، تندر بتوجعه شويه. فاحنا الاطفال اللي عندهم صداع لازم اول حاجه نسال على توقيت الصداع، الصبح اول ما يصحى، ولا في اثناء اليوم الدراسي، ولا في نهايه اليوم. الطفل ده بيشوف كويس ولا ما بيشوفش، ولا عمال الحروف تزغلل قدامه وعمال يقرب من التلفزيون ولا الكمبيوتر عشان يشوف كويس. الطفل ده لونه واخباره ايه، شاحب ولا يعني عنده انيميا ولا ما عندوش انيميا. الطفل ده عنده اعراض في الجيوب الانفيه ولا ما عندوش، يعني عنده خنفره برد مستمر الحتت دي بتوجعه. يبقى الصداع مشكلة كبيرة في الأطفال، لازم تتفصص أو الشكوى تتحلل للأجزاء صغيرة عشان نوصل لسبب الصداع. أكتر سببين أنا بشوفهم في العيادة أن الطفل يكون عنده أنيميا، أو الطفل يكون عنده كسور في النظر مش شايف كويس، يبقى الطفل ده يتعمل له كشف نظر وقاعين، يتعمل له صورة دم كاملة، يتعرض على دكتور أنف وأذن حنجرة وحنجرة عشان يطمن أن مفيش التهاب في الجيوب الأنفية. وآخر حاجة لو الطفل بيصحى الصبح يصدع يرجع، لازم يتعمل له أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي عشان يستبعد بعد الشر وجود ورم في المخ. ننقل للشكوى التانية اللي هي من مظاهر الخطر عند الأطفال، إن الطفل يكون عنده تضخم في الغدد الليمفاوية. للأسف أنا شفت حالة في الأسبوعين اللي فاتوا، التضخم في الغدد الليمفاوية، ربنا يشفيها يا رب ويشفي
كل مريض. الحالة دي مسببة لي نكد شديد جدا. ايه التهاب الغيوب الغدد الليمفاوية دي؟ الغدد الليمفاوية دي عبارة عن غدد موجودة في الجسم. عندنا هنا 8 مجموعات من الغدد الليمفاوية، عندنا هنا مجموعتين تحت الباط، عندنا مجموعتين في منطقة العانة جنب العانة كده، وفي الناحيتين عند منطقة الفخذ بداية الفخذ في غدد ليمفاوية، عندنا غدد ليمفاوية جوه البطن. الغدد الليمفاوية ده جهاز المناعة بتاعنا بتطلع فيها. الغدد الليمفاوية دي عبارة عن غدد جواها خلايا بتقاوم الميكروبات. الغدد دي ممكن تتضخم في الأطفال، تبص تلاقي الغدد اللي هنا تتضخم شوية لو الطفل ده عنده التهاب في الجيوب الأنفية أو عنده التهاب في اللوز. ومعانا مدام بوسي. مدام بوسي اتفضلي يا مدام بوسي. ايوه السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا مدام بوسي. حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي والده بقالي شهرين ونص. تمام. بنتي على طول بقى عندها انتفاخات في بطنها. تمام. على طول بقى قنفره في مناخيرها. تمام. عينيها على طول بتنزل ميه كتير بعماص كده. تمام. بترضع طبيعي؟ مدام بوسي بترضع طبيعي ولا صناعي مدام بوسي؟ نعم بترضع طبيعي. أيوة بترضع طبيعي دكتور. تمام. بس هي ضعيفه قوي. وزنها كام؟ وزنها 4 كيلو. وزنها كام ساعه الولاده؟ ساعه الولاده كان 3.5. طب انت هي بترضع رضاعه طبيعيه بس، بترضع كويس منك ولا رضاعتها ضعيفه؟ هي طول ما هي ماسكه صدري كده بتفضل تعيط. تمام تمام. يعني مش اللي هي فتره كده ترضع زي الاولاد، لا. ما تمام ماشي. وعلى طول بقى تعيط، فكشفت عليها كذا مره اديت لها بيبي ريست كتير قوي الانتفاخات. تمام. يعني لما بتيجي ترضع تسيب صدرك وترجع وتسيبه وترجع؟ اه. طيب بصي يا مدام بوسي، شكرا لاتصالك. بنت مدام بوسي شهرين ونص، الطفله اتولدت 3.5، دلوقتي وزنها 4 كيلو، دي ما زادتش الزياده الكافيه. بالاضافه ان الرضاعه تجربه مؤلمه بالنسبه لها كده، اولا ما بتمصش مص كفايه من امها، وتاني حاجه انها بتسيب صدر مامتها وترجع له وتسيبه وترجع له، هي ما بتاخدش كميه لبن كافيه، وكميه اللبن اللي بتاخدها عامله لها مشاكل. ممكن الطفل ده يبقى عنده حاجه اسمها لاكتوز انتولرانس او عدم قابليه لهضم سكر اللبن. اللبن مش كافي، وحتى الشويه الصغيرين اللي بتاخدهم بيعملوا لها مشاكل وبيعملوا لها مغص، وتبقى الرضاعه تجربه مؤلمه مش تجربه مريحه. رأيي أنا الشخصي، وهي ما زادتش، زادت في شهرين زادت نص كيلو، المفروض العيل كل أسبوع يزيد 200 جرام، يعني المفروض في الشهرين دي تزيد كيلو 600 جرام، هي ما زادتش غير نص كيلو، ده كمية بسيطة جدا. دي عندها فيلير تو سترايف أو عدم ما بتزيدش، عندها نقص في النمو. رأيي أنا الشخصي تعملي لها إيه؟ أولاً أنت تبطلي منتجات الألبان، لو بتشربي لبن وزبادي بطليهم، لأن اللبن والزبادي ساعات يزود المغص عند العيال. تاني حاجة ان انت تديها لبن صويا، لبن نباتي، لبن اسمه ايزوميل، تديها مرتين في اليوم، مرة مثلا الظهر ومرة بالليل. لبن الصويا طعمه وحش، طعمه مش حلو، فالعيل مش هيمسك في اللبن ويسيب صدر مامته، لان لبن الصويا طعمه مش كويس. ونقارن نشوف الطفل ده مرتاح اكتر مع الرضاعة الطبيعية ولا لما بياخد لبن الصويا بيرتاح اكتر. لو بيرتاح اكتر مع لبن الصويا هنضطر نقلل الرضاعة الطبيعية، لان الطفل ده عنده لاكتوز انتولرانس او عدم قابلية لهضم سكر اللبن، ونزود لبن الصويا شوية بشوية. ونقيس الوزن، نشوف العيل ده لو كمية اللبن مش كافية لبن الصويا هيعمل توب اب. يعني ايه توب اب؟ كمالة. عارفة الكمالة؟ يعني الواحد ايه خد اللبن بتاعه بس مش مكفيه فخد كمالة، حاجة اسمها توب اب فيدينج، ان انا بكمل الرضاعة بتاعت الام اللي هي مش كافية. وتاني حاجة لبن الصويا ليه ميزة، ان لو العيل عنده عدم قابلية لهضم سكر اللبن ده يعالج، فعلاج ويزود الوزن. اديله لبن صويا مرتين في اليوم، ادي فيتامين د علشان الطفل ده هيبدأ ينمو وفيتامين د يقل عنده، فلازم تدي فيتامين د 4 نقط كل يوم، وادي رضعتين لبن صويا ويشوف الوزن بعد اسبوعين اخبارها ايه. غالبا ان شاء الله يا مدام بوسي هتبدا تزيد في الوزن، بكلمينا بعد اسبوعين وقول لنا الاخبار ايه عشان نطمن معاكي يا مدام بوسي. ومعانا مدام وفاء، اتفضلي يا مدام وفاء. ايوه يا دكتور. اهلا بيك يا مدام وفاء. انا عندي مي عندها 3.5 سنين. تمام. وهي كان جالها مرض دور برد وزورها ورم. تمام. من ساعتها وهو دايما خدودها بتورم كده. تمام. بتحمر؟ لما بيجي لها برد بتحمر كده هنا؟ لا هي بس ورم، بحس ان خدودها زي المورمه كده. تمام. وايه تاني؟ بس مفيش غير كده بس. لكن مفيش غدد هنا متضخمه ولا حاجه؟ لا انا بحس ان في ريحه. طيب مدام وفاء بتقول لها بنتها اسمها مي، بنتها 3.5 سنين، لما بيحصل لها التهاب في الحلق الحتت دي بتورم، ساعات لما يبقى في فيروس ولا حاجه ويحصل التهابات في الحلق، التهابات فيروسيه، تبص تلاقي العيل ينفخ وتلاقي تحت عينيه هنا منفخ. ما تقلقيش يا مدام وفاء، طالما التنفيخ ده موجود في الخدود بس، يعني في النسيج الخلوي،
ده ما فيش منه مشكله، ده مع الفيروسات او التهابات الحلق الفيروسيه ممكن العيل ينفخ شويه وتبص تلاقي تحت ايه عينيه منفخ كده شويه، طالما الكلام اللي بيظهر وبيختفي تاني يبقى دي حاجه ما تقلقناش. كل اللي مطلوب منك ان انت تدي مخفضات حراره لما يحصل التهاب في الحلق، وتخلي دكتور كويس يبص عليها وعشان يشوف الالتهاب بتاع الحلق ده التهاب بكتيري ولا فيروسي. بيبقى صعب في الكشف ان احنا نفرق بينهم قوي، لكن في شواهد الالتهابات الفيروسيه تبص تلاقي الحلق محمر قوي، ممكن تلاقي فيه قرح على الحلق كده، ساعات بيبقى حاجه اسمها هيربانجينا ديت نتيجه فيروس اسمه الهربس او الكوكساكي، تبص تلاقي ايه في قرح كده الحلق منقر وفي قرح كده صغيره ويبقى ايه محمر كله ومفيش صديد ولا حاجه، ده بيبقى غالبا التهاب فيروسي ويبقى مصاحب ليه ممكن يبقى تلاقي الحلق عليه في قرح على اللسان وتلاقي العيل منفخ كده شويه، دي غالبا بيبقى الكوكساكي او الهربس فيروس. ياخد ساعتها لو الطفل ده بيحصل له كده او الكشف قال احتماليته اكتر ان التهاب فيروسي يبقى بندي له حاجه اسمها زوفيراكس او مضاد للفيروس، لان المضادات الحيويه ممكن تقلل المناعه اكتر والفيروس يزيد. فمهم جدا في اثناء الكشف ابقى انا ميال اكتر ده التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري عشان ما اديش مضاد حيوي على الفاضي يقلل المناعه بتاعت العيل ويزود المشكله بتاعت الفيروس. ما تقلقيش يا مدام وفاء، ادي مخفضات حراره فقط لما يكون الطفل سخن، الورم ده بيروح بعد يعني بعد ما الالتهاب بتاع الحلق بيخف ان شاء الله. هنكمل موضوع حلقتنا عن مظاهر الخطر عند الاطفال ان شاء الله بعد الفاصل. مظاهر الخطر عند الاطفال، طفل جاله التهاب او تضخم في الغده الليمفاويه، غده الليمفاويه موجوده هنا، دي حاجه لازم ناخدها بمنتهى الجديه. الغده الليمفاويه دي الفلتر او اللي بيمنع دخول الميكروبات للجسم، لازم اطمن ان مفيش التهاب في الحلق. ابص ساعات لو في التهاب مزمن في اللوز يكبر الغده الليمفاويه اللي موجوده هنا. ساعات في اطفال حديث الولاده لو الطفل عنده حاجه اسمها كرادل كاب او بشره دهنيه وفي قشر كتير في شعره، الالتهاب بتاع الجلد ده يكبر الغده الليمفاويه اللي موجوده هنا. حصل تضخم في الغدد الليمفاويه اللي موجوده هنا، لازم افحص الغدد الليمفاويه بتاعت الجسم كله، لازم اشوف تحت الباط، اشوف الطحال متضخم والكبد متضخم ولا لا، اشوف في منطقه العانه او في منطقه الفخذ الغدد الليمفاويه متضخمه ولا لا. الموضوع لازم يتاخد بمنتهى الجديه. الطفل ده لو لقينا التضخم كبير قوي لازم يتعمل له حاجه اسمها صوره دم كامله، صوره دم كامله عشان اطمن ان الطفل ده ما عندوش مشاكل في الدم. ساعات لو في مشاكل في الدم يعني ورم في الدم لا قدر الله، حاجه اسمها الليوكيميا او سرطان الدم، ممكن تخلي الغدد الليمفاويه يحصل رياكشن فيها او تتضخم هذه الغدد. ساعات تاني لو في ورم في الغدد الليمفاويه حاجه اسمها ليمفوما تخلي الغدد تتضخم. فالغدد الليمفاويه ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا، التهاب في الحلق ولا طفل عنده قشر في شعره ولا بشره دهنيه، وممكن تبقى حاجه في منتهى الخطوره زي سرطان الدم او تورم في الغدد الليمفاويه او حاجه اسمها الليمفوما، تورم او ورم في الغدد الليمفاويه. عشان كده غدد ليمفاويه متضخمه لازم نبحث في الجسم كله، في حاجه تانية متضخمه لازم نشوف الطحال متضخم ولا لا، لازم نعمل صوره دم كامله. ولو صوره الدم طلعت طبيعيه نعيدها تاني بعد اسبوع، لان ممكن في البدايه صوره الدم بتبقى عاديه وتتغير بعد اسبوع. لازم الطفل ده لو انا شكيت في حاجه ابعته لحد دكتور امراض دم، دي دروس مستفاده من الحاجات اللي الواحد بيشوفها في العياده، ان ممكن تحليل يطلع كويس والتحليل اللي بعده يطلع ان في سرطان في الدم او غدد او 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 خلايا غير طبيعيه في الدم. عشان كده الواحد لازم يعيد التحليل مره واثنين ويجرب معمل ولا اثنين لو لسه شاكك ان الغدد الليمفاويه التضخم بتاعها ده ورم سرطاني ولا حاجه، او تكون مقدمه لورم سرطاني. ربنا يشفي كل مريض، دي دروس مستفاده الواحد بيشوفها وبيتعلم منها علشان يقعد ينفخ في الزبادي وما يبسطش الامور، ولازم يعني ايه دكتور واثنين وثلاثه يشوفوا الطفل وتحليل واثنين وثلاثه لغايه لما نستبعد بعد الشر يكون في لوكيميا او سرطان في الدم. ومعانا ام محمد، اتفضلي يا ام محمد. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا ام محمد. بقول لحضرتك عندي حفيدي عنده 2 سنين و9 شهور. تمام. ولسه لغايه دلوقتي ما بيعرفش يقول جمل، ما فيش الا ماما وبابا بس. بيفهم يا ام محمد؟ بيسمع وبيفهم و يعني يفهم لو قلت له اوامر بسيطه، روح تعالى اطلع انزل. آه. يفهم؟ ايوه. ويشاور لك على الحاجه اللي هو عايزها؟ لا ما بيعرفش يتكلم، يشاور يشاور بس لكن ما يعرفش يتكلم. طب انت لو حد شاور كده بصباعه يبص يشوف صباعه ده رايح فين ولا لا؟ اه ما يعوز حاجه نقول له ديت، نشاور له كده يفهم يقول اه.
تمام. هو عايز الحاجه دي. تمام. كان ولادته طبعا كده بقى اي حد يكلمه يزعل ويقعد لوحده في جنب كده. تمام. وغير كده برضو على طول يزعل ويغضب يعني، ولدرجه اللي هو مرتين فتح الباب ونزل في الشارع. يعرف الخطر ولا ما يعرفش؟ يعني لما يكون عربيه ماشيه ولا حاجه يعرف الخطر ولا لا؟ لا ما بيتهيألي ما يعرفش يعني، هو ما بنسيبوش يمشي لوحده. طيب ساكنين فين؟ ساكنين فين يا ام محمد؟ ساكنين فين؟ ساكنين فين؟ بتقول ايه؟ موجودين فين؟ عايشين في القاهره ولا بره القاهره؟ لا احنا في المنصوره. في المنصوره. احسن ناس يا ام محمد. المنصوره دي عباقره مصر في المنصوره. بص يا ام محمد دلوقتي، بصي انا بستسمع حضرتك انك تجي لي على حساب قناه الحياه اي يوم اعمل له تقييم نشوف الطفل ده. اهم حاجه يا ام محمد ان احنا نستبعد ان حفيد حضرتك عنده مظاهر او سمه من سمات التوحد. لازم طفل ما اتكلمش لغايه سنتين وتسع شهور، ما بيكونش جمل، ساعات بياخد جنب لوحده، مش مدرك الخطر قوي في سنتين وتسع شهور. لازم الطفل ده يعمل له تقييم عشان نستبعد بعد الشر سمات التوحد. انا معلش انا بنفخ في الزبادي يعني، ايه تملي ايه بنقول ايه؟ لو شاكك في حاجه ادي الطفل مصلحه الشك. كان دكتور جويل الله يمسيه بالخير ده استاذنا في انجلترا كان يقول لك if in doubt give the child the benefit in doubt of doubt. يعني ايه؟ شكيت في حاجه استبعد الشك، او فسر الشك لمصلحه الطفل. لما تستبعد سمات التوحد احسن ما تسيب العيل ايه عايش وعنده توحد واحنا مش ما بنتدخلش. فانا هستسمع حضرتك ماشي، تاخدي تليفوني من على من الكونتر وتكلميني بعد، ابعتي لي رساله وانا ادلك تعملي ايه، لان الطفل ده لازم نستبعد بعد الشر يكون وجود عنده سمه من سمات التوحد او بعض سمات التوحد ده، ويكون ده اللي مأخره. لان الاطفال عندهم توحد ما عندهمش تواصل لغوي كويس وما عندهمش تواصل عاطفي كويس. فده احتماليه موجوده، لو الطفل ده استبعدنا مظاهر التوحد نعمل له مقاس سمع علشان نطمن ان الطفل ده بيسمع كويس. لان السمع كويس وما عندوش سمات توحد يبقى يروح حضانه يتعلم مع العيال في الحضانه. لان التملي انا بقول احسن تخاطب للاطفال ان هو الطفل يكون في بيئه اعمار متقاربه وشخصيات متقاربه. ما ينفعش واحد كبير يقعد يقول للعيل قول قطه وبطه، دي حاجه مش طبيعيه، مش دي لغه الحياه، مش اللغه الدارجه، مش اللغه العاميه بتاعتنا. يبقى طفل عنده سنتين وتسع شهور ما اتكلمش، اول حاجه استبعد سمات توحد، تاني حاجه اعمل له مقاس سمع عشان اطمن ان الطفل ده بيسمع ولا لا. استبعدنا الحاجتين دول سلام مفيش مشاكل، يروح حضانه يتعلم في الحضانه ان ازاي يكون جمل. وطول ما احنا قاعدين في البيت نكلمه ونحكي له قصص وحكايات، قصص وحكايات، قصص وحكايات، ويروح الحضانه. ده اللي يخلي العيل يتكلم، بشرط ان ما يكونش عنده سمات توحد، بشرط ان يكون السمع بتاعه كويس. يا ام محمد على الرحب والسعه، كلميني على حساب قناة الحياة أعمل له تقييم. لأن العيال اللي عندهم توحد يعني غالبا أنا بلقطهم، لأن إيه يعني الواحد شاف كتير أطفال عندهم توحد أو سمات توحد بنلقطهم. الطفل ده طبيعي ولا عنده بعض سمات التوحد؟ التشخيص المبكر في التوحد مهم، لأن التدخل المبكر في الأطفال اللي عندهم توحد ممكن يخلي الطفل إيه يرجع للمسار الطبيعي، بحيث ان هو لما يكمل خمس او ست سنين ورايح المدرسه هيعرف يروح المدرسه. لكن لو سيبنا الطفل عمالين ناجل يوم عن يوم عن يوم، يجي وقت المدرسه ما يعرفش يتعلم لانه مش فاهم الاخرين. الاطفال اللي عندهم توحد يا جماعه لازم التدخل المبكر. شكيتي اعرضي ابنك عشان تستبعدي مظاهر التوحد. على الرحب والسعه يا ام محمد اي وقت على حساب قناه الحياه. ومعانا مدام ريهام، اتفضلي يا مدام ريهام. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا مدام ريهام، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب، وطيبه حضرتك على المعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا. ربنا يخلي حضرتك يا مدام ريهام، ربنا يخليك. هسال حضرتك سؤالين. انا ابني دلوقتي عمره سنه واسبوعين، فهو وزن الولاده كان 3 كيلو، ووزنه من اسبوعين كده كان 8.5 وطوله 78. فانا كنت عايزه افهم حضرتك حكايه الوزن دي كده اوكي ولا لا؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، هو من حوالي فتره كده من شهرين ولا حاجه عرفت ان هو عنده حساسيه انف، فاخذ الدواء البودره اللي احنا بندوبه على الاكل ده شهر، والحمد لله رب العالمين اتحسن. فمن 10 ايام جاله دور برد، برضه ما زلنا في موضوع ان انفه يجي له كحه بالليل والرش مش عايز يوقف لما بياخد اي ادويه برد. فهل انا لازم يمشي طول فتره الشتاء على الدواء ده ولا المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتعامل معاه ازاي؟ حاضر يا مدام، شكرا لاتصالك يا مدام ريهام. مدام ريهام مثل جميل جدا للام المنظمه المرتبه اللي عارفه السؤال اللي هي عايزاه وتو ذا بوينت على طول، ما بتدشش كتير. شكرا لاتصالك يا مدام ريهام.
ابنك 3 كيلو 8 كيلو ونص بعد سن سنة، معقول يا دوبك على الحد الأدنى للطبيعي، مطلوب منك بس تديله يعني كالوريز زيادة شوية، طاقة زيادة شوية، عشان أنا عايزه يبقى 9 ماشي، 8 ده قليل شوية لأنه كده على الحد الأدنى للطبيعي، مش قدامي الكيرف بتاع النمو، لكن 8 ده على الحد الأدنى أو أقل شوية. فأنت تعملي إيه؟ تديله مركب الحديد، لأن الأطفال دول عند السن ده سواء بيرضع طبيعي أو بيرضع صناعي ما بياخدوش حديد كفاية، والحديد ده بيعمل لهم أنيميا، والأنيميا بتعمل سدة نفس، تبص تلاقي العيل ما ياكلش بدرجة كافية. الحديد مهم للإنزيمات بتاعة التفكير والذكاء، يبقى أنا لو عايز نمو ذهني للعيل كويس لازم أديله حديد. الحديد دوت فيه مركبات كتيرة موجودة في السوق، فيروس، فيروجلوبين، سترون، أي مركب من مركبات الحديد تديه 3 شهور ورا بعض. وتديله مكمل غذائي في بودره كده بتدي كالوريز او طاقه زياده شويه للاطفال. الطفل ده ممكن احطها على اي حاجه، ممكن في حاجات منها بطعم الفانيليا احطها معلقتين على اللبن، معلقتين على الزبادي، معلقتين على النسكويك او شوكولاته، معلقتين على اي حاجه، بحيث ان العيل ياخد له 8 معالق دي تديله كالوريز زياده شويه عشان ازود النص الكيلو اللي فاضل او الكيلو اللي انا عايزه يزيده. الطفل ده عنده حساسيه في الانف، اديت له بودره، البودره دي كوقايه لحساسيه الانف، المفروض ياخدها طول الشتاء لغايه لما تخلصي شهر 1 او شهر 2، لغايه لما الجو يدفي، لان ده علاج وقائي. لو قطعتيه تبص تلاقي الطفل يجي له اعراض متكرره. وطعمي ابنك ضد الانفلونزا، يبقى انا بقى الاطفال اللي عندهم اللي هم هاي ريسك، ايه الهاي ريسك؟ ان عيل عنده حساسيه انف او حساسيه صدر، عنده مشكله في القلب، عنده سكر، العيال دول اطعمهم ضد الانفلونزا، لان البرد لما بيجي لهم بمضاعفات كثيره. تبص تلاقي العيل اللي عنده حساسيه يخنفر مع البرد ويكح ويزيق، يبقى البرد اللي بيجي لكل العيال، بس لما بيجي العيل عنده حساسيه تبقى مشاكله اكتر شويه. الهاي ريسك اطعمهم. التطعيم ما بيديش مناعه 100%، يدي مناعه 50 60%، دول انا محتاجهم بشده في الاطفال اللي عندهم حساسيه. فتمشي البودره طول الشتاء لغايه نهايه شهر 1 او نهايه شهر 2، وتدي تطعيم الانفلونزا كل سنه تطعميه لغايه لما يكمل 7 سنين. الدخان، البرفانات، المبيدات الحشريه، الطياره بلاش منها في الشقه، دباديب الفرو في الاوضه بتاعه النوم شيليها، غيري كيس المخده كل يوم بالليل، لان كيس المخده ده بيلم تراب والعيال يناموا فتره طويله والتراب يفضل يخش من اخرهم يزود الحساسيه. فالدباديب الفرو تغيري كيس المخده بالليل، تطعمي الطفل ضد الانفلونزا، تديله العلاج الوقائي البودره اللي حضرتك قلت عليها لمده 3 شهور لغايه لما تخلصي فصل الشتاء. مره ثانيه بشكر حضرتك لاختصارك السؤال، وان انت راحه تسابوينت على طول. شكرا لاتصالك يا مدام ريهام. ومعانا مدام مريم، اتفضلي يا مدام مريم. اهلا بيك يا مدام مريم. الو، اهلا بيك يا مدام مريم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اتفضلي يا مدام مريم. لو سمحت كنت عايزه، عندي ابني عنده 4 شهور. تمام. هو عنده، قالوا لي دي اسمها طهاره الملائكه. تمام. وقالوا لي بروح لدكتور، فوديته دكتور قال لي ان هو عايز عمليه وفيها قسطره وممكن تنجح وممكن ما تنجحش. تمام تمام، شكرا لاتصالك. في حاجه ثانيه يا مدام مريم؟ لو سمحت، انا عندي ابن عنده 3 سنين. تمام. عنده حساسيه صدر. تمام. ووزنه يعني 14 كيلو. كويس. وعلى طول تعبان، وعلى طول حساسيه صدر دي تعبانه جدا، يعني صيف شتاء عنده برد وكحه و... بص يا مدام مريم، شكرا لاتصالك يا مدام مريم. طهارة الملائكة، ايه طهارة الملائكة دي؟ المفروض ان العضو مفروض حواليه جلدة، ساعات الجلدة دي تبقى ناقصة، الجلدة اللي هي بتتشال في الطهارة، بيقولوا عليها طهارة الملائكة. الملائكة ما بتطهرش حد، الملائكة عندها حاجات أجمل كتير قوي إنها تطهر العيال، لكن ده تعبير شائع بنقوله. الملائكة بتسبح ربها بس وبتطوف حوالين العرش، لكن ما بيطهروش العيال، لكن دي كلمة شائعة إحنا بنقولها. طهارة الملائكة يعني إيه؟ يعني العضو الجلدة اللي حوالين العضو قليلة، وساعات يبقى المخرج بتاع، المفروض المخرج بتاع البول بتاع العضو يبقى في نهاية العضو، ساعات يبقى من تحت، ودي مشكلة كبيرة. طفل قبل ما نطهره لازم نبص عليه، فتحة البول بتاعته في نهاية العضو ولا من تحت؟ لو من تحت حذاري حذاري تطهري ابنك، ما تطهرهوش، لأن الجلدة اللي بتتشال في الطهارة دي بنستخدمها في التجميل بتاع العضو. شفت دكتور مجرم من سنة كده كلمتني أمي بتقول لي، قال لها بصي الفتحة مش موجودة في مكانها عشان ما تقوليش إن أنا اللي عملتها، وطهر العيل. ما ينفعش نطهر عيل عنده عيب خلقي، حاجة اسمها هايبوسبيديس اللي الناس الشائع بيقول عليها طهارة الملائكة. فلو سمحت أي دكتور محترم يبص قبل ما يطهر العيل، يبص الفتحة دي موجودة في نهاية العضو ولا من تحت، لو من تحت حذاري طهره، لأن دي جريمة، لأن الجلدة اللي بنشيلها بنستخدم في التجميل. لو كلمتيني بعد الحلقة هرشح لك أحسن دكتور في مصر يعمل لك الموضوع ده. غالبا الأطفال دول ماشي، دي عملية عايزة دكتور دقيق، دكتور
كويس يعملها ومش كل الناس بتعملها. تنجح او ما تنجحش ده كلام مش مظبوط، ان شاء الله مع دكتور كويس العمليه دي ان شاء الله تنجح. انا ابن بنت اختي شخصيا كانت في امريكا وعملها هناك وما نجحتش، وجبناها هنا في مصر والدكتور زميل عملها لي، لو قلت لي بعد اتصلت بيها بعد الحلقه ارشح لك اسمه، ونجحت الحمد لله. هنكمل موضوع طهاره الملائكه ان شاء الله بعد الفاصل. ظهر الخطر عند الاطفال. الام سالتني قبل الفاصل عن حساسيه الصدر، ابنها 3 سنين تعبان على طول باستمرار. يا جماعه سنه 93 كنت قاعد في عياده الحساسيه في المستشفى الملكي في جلاسكو، جابوا لي جهاز كده صغير اسمه ايرو تشامبر. الجهاز ده عباره عن بلاستيك بتوصل البخاخه للاطفال، وقالوا لي شوف الجهاز ده العيال هتحبه مش هتحبه. الجهاز بلاستيك صغير كده، بلاستيكه صغيره وعليها دباديب وحاجات جميله كده. العيال حبت الجهاز. الجهاز ده بقاله 21 سنه بيستخدم في العالم. للاسف في مصر لغايه دلوقتي الناس كارهه البخاخه، خايفه من البخاخه. هل البخاخه فيها كورتيزون؟ هل العيل هيتعود عليها؟ العلاج الاساسي للاطفال اللي عندهم حساسيه، اللي عندهم حساسيه في الصدر وعندهم اعراض متكرره، لازم ياخدوا بخاخه عن طريق الاستنشاء فيها كورتيزون. الكورتيزون المستنشق مالوش اعراض جانبيه. الكورتيزون المستنشق طالما بنستخدمه في اليوم اقل من 800 ميكرو جرام مالوش اعراض جانبيه. الكورتيزون المستنشق العرض الجانبي الوحيد اللي ممكن يعمله انه ممكن يعمل فطريات على اللسان بعد البخاخه اللي فيها كورتيزون. بنشرب شويه ميه او نتمضمض علشان ما يحصلش فطريات على اللسان. الكورتيزون المستنشق ما بيأثرش على النمو، ما بيجيبش سكر، ما بيرفعش الضغط، ما بيأثرش على عظم العيال. اللي يأثر على عظم العيال والنمو بتاعهم ان العيل يبدأ يتعب متكرر. اتعملت مليون بحث على مدار العشرين سنة، هل البخاخة بتضر العيل ولا الحساسية؟ لقوا ان الحساسية هي اللي بتضر العيل، اللي بتمنع النمو، تخيل العيل عمال يتعب على طول باستمرار يطلع قصير لانه بيحرق الاكل بتاعه انه يكح بيه ويتعب بيه ويغيب من المدرسة. الأطفال اللي عندهم حساسية يا جماعة العلاج الأساسي حساسية صدر البخاخة. لما الدكتور يوصف لك، دكتور ثقة يوصف لك البخاخة، لو سمحت استخدميها، لأن لو ما استخدمتهاش أولا ابنك مش هينام مرتاح، مش هيروح المدرسة مرتاح، مش هيلعب مرتاح، مش هيكبر. هتبص تلاقي كل شوية بياخد مضادات حيوية وعمال يكح، صدره يتطبق. بشوف عيال صدرهم بدل ما هو سليم كده وجميل تبص تلاقي العظم اتطبق نتيجة إنه عمال يكح وينهج على فترات متقاربة. العلاج بالبخاخات للأطفال اللي عندهم حساسية ده العلاج الأساسي، غير كده علاجات مساعدة. فلو سمحنا يعني لازم ننشر الوعي ده إن البخاخة ما فيهاش تعود، لأن ساعات ألاقي الجدي ولا الجدة للعيل هيتعود على البخاخة. التعود يا جماعة في المورفين ولا الهيروين؟ البخاخة ولا هي مورفين ولا هي هيروين، ده علاج أساسي للعيل اللي عنده حساسية. معانا مدام وسام، اتفضلي يا مدام وسام. السلام عليكم يا دكتور. أهلا يا مدام وسام، اتفضلي. والله احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه على المعلومات اللي حضرتك. ربنا يخليك يا مدام وسام. ثانيا انا عندي عمر 2 سنين و3 شهور، عصبي جدا يا دكتور وعلى طول بيصرخ على اي حاجه عايزها ويقرص فينا ويضربنا انت حامل؟ ده في البيت سلوكه معانا كلنا. حامل يا مدام وسام؟ قلت لي قبل كده وديه حضانه. انا الو؟ ايوه معايا حضرتك. حضرتك حامل يا مدام وسام؟ لا حامل؟ لا لا. في طفل اصغر ولا حاجه؟ من اول ولادته وهو عصبي يا دكتور على طول بيعيط. بص يا مدام وسام، شكرا لاتصالك يا مدام وسام. طفل 2 سنين و3 شهور عصبي وعمال يقرص في الناس، ده طفل عدواني محتاج تقويم سلوك. تقويم سلوك يعني ايه؟ يعني يتعدل السلوك بتاعته، البيهيفير بتاعه لازم يتعدل. راح الحضانه وفضل بنفس السلوك العدواني يبقى محتاج نعرضه على دكتور نفسيه اطفال. دكتور نفسيه اطفال يعمل له يقعد معاك ويقعد مع باباي ويشوفكم انتوا بتتعاملوا ازاي مع العيل ده وايه اصل المشكله. ممكن يكون الاب عصبي، الاب بيزعق، انت متوتره عماله عنيفه معاه. نشوف الطفل ده ليه، الطفل ده عصبي. يبقى محتاج دكتور نفسيه اطفال عشان يقوم سلوك الطفل ده. ساعات لما الواحد يضيق بالحال كده يقرا الحكم بتاعت ابن عطله السكندري. ابن عطله السكندري ده قطب صوفي، بيقول ايه بقى في حكمه من الحكم العطائيه؟ بيقول ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك، فقد يكون المنع قمة العطاء. يعني إيه؟ يعني لو واحد كده ربنا يعني رزقه محدود، تبص تلاقي بيأدي عبادات ربنا، يصلي ويصوم وما فيش حاجة شغلاه عن الطاعة. ربنا يفتح عليه الرزق وربنا يرزقه كتير، ينشغل عن طاعة ربنا، فالعطاء ده يبقى منع، والمنع يبقى قمة العطاء. ربنا اللهم إنا نسألك العطاء ونسألك
ونبعد عنا نعمة السلب بعد العطاء. وعلى أمل إن شاء الله وفي اللقاء جديد الأسبوع القادم وحلقة جديدة عن طب الأطفال وأشياء أخرى.